يعد مركز مكافحة السرطان بولاية سيدي بلعباس أحد أهم المستشفيات المتخصصة في مكافحة مرضى السرطان بالجزائر، إذ يقوم طاقم طبي شاب بالتكفل النوعي بالمرضى القادمين من مختلف ولايات الوطن الغربية، حيث تستقبل المؤسسة أكثر من 2000 مريض بمصلحة العلاج بالأشعة وأكثر من 1500 مريض بمصلحة العلاج الكيماوي. مركز مكافحة السرطان لولاية سيدي بلعباس وضع حيز الخدمة سبتمبر 2017، يغطي 8 ولايات بما فيها ولاية تندوف، أضرار، تسمسيلة، بشار، سعيدة، معسكر، ولاية سيدي بلعباس طبعا، وولاية وهران فيما يخص سرطان الثدي. وقد شهدت هذه المؤسسة الصحية خلال السنة الماضية فتح مصالح طبية تتوفر على تجهيزات متطورة تسمح بالتكفل بمرضى السرطان في أقصر مدة زمنية، بداية من إرشاد وتوجيه المريض لحظة وصوله للمستشفى. أولا احنا عندنا استقبال المريض ومن ثم المعالجة الأولية للملف الطبي عن طريق أطباء عامين مكونين، ومن ثم التوجيه نحو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، وفي بعض الحالات يكون الملف يحتاج إلى ما يسمى الRCP. RCP هو اجتماع لمختلف التخصصات الطبية. بعد عملية الإرشاد والفحص العام تتحدد خطورة وحدة المرض من خلال اجتماع الأطباء المختصين قبل المرور للمرحلة العلاج بالأشعة أو العلاج الكيماوي. الطبيب يشوفه يفحصه يطلب له يدير له اسكانير، بعد الطبيب يخدم خدمة تاعه في سيلو ميكرو، يعين التشخيص على المرض وين راه، وين لازم نقضوا على المرض، والأعضاء الثاني جايين مجاورين هو غادي يديسينيهم في الرسم في الميكرو أورديناتور، يحددهم ومن بعد يعطي الدوسي هذا الكترونيك للفيزيائي، الفيزيائي يولي يخدم لادوس. عملية التشخيص والعلاج بالأشعة تطورت بشكل مستمر منذ إنشاء المستشفى سنة 2017، حيث ارتفع عدد المرضى الذين تم معالجتهم ب 150%، خاصة بعدما تدعمت مصلحة العلاج بالأشعة بجهاز التروبين الذي يسمح بعلاج الورم السرطاني في ظرف زمني قياسي دون المساس بالأعضاء السليمة. Cette machine nous permet de traiter les tumeurs les plus petites avec une très grande précision. Elle est équipée de plusieurs caméras de surveillance et avec un système d'imagerie très sophistiqué qui nous permet de bien localiser la tumeur et de traiter la tumeur avec une très grande précision. Alors j'avais une parodite qui est dans la maladie, j'avais une parodite salivaire, c'est l'opération عليها. Alhamdulillah, donc ça commence à... il y a une amélioration. تبارك الله، راني فرحان من هذا المستشفى، هذه راهم دايرين معنا الواجب اللي ما كانش. بمجرد فتح المصالح الطبية المرتقبة خلال السداسي الأول من سنة 2020 على غرار الطب النووي والجراحة العامة، سيرتفع عدد الحالات المتكفل بها بهذا المركز، مما يسمح للمرضى بمتابعة العلاج في أقصر مدة زمنية ممكنة.